طيب انا عارف دلوقتي صلة الرحم، بس بسأل سؤال بقى، هو انا ليه بصل رحمي اصلا؟ انا ليه المفروض عليا ان انا اصلهم؟ اقول لك مفروض عليك، اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، اي قاطع رحم. وطبعا لا يدخل الجنة مش معناها انه مخلد في النار، ولكن معناها انه مش هيكون من اوائل الناس يدخلوا الجنة، ولكن سيؤخر عن دخول الجنة لقطيعة رحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اراد ان ينسأ له في رزقه ويبارك له في عمره فليصل رحمه. يبقى صلة الرحم بتبارك في المال والرزق طبعا، اللي هو المال والأهل والولد، ويبارك في العمر. العمر إن ربنا سبحانه وتعالى إما أن يطيل في عمرك، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يوديك البركة في عمرك، فالأمور اللي كنت بتعملها مثلا في 5 ساعات تعملها في ساعتين. فإذا يبقى أنا بصل رحمي عشان أدخل الجنة، عشان ربنا يبارك لي في أولادي، في مالي، في تجارتي، في شغلي، ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في عمري. يبقى اذا دي صلة الرحم. طيب صلة الرحم ليه برضو؟ صلة الرحم لان من الادعية المستجابة دعاء الام، فانا بصل رحمي لعل امي تدعو لي دعوة صالحة ربنا سبحانه وتعالى ينفعني بها ويكتب لي بها خيرا في الدنيا او في الاخرة، وان انا يعني انجو من دعوة ان امك تدعي عليك والعياذ بالله. يعني الواحد لو قاعد يتكلم في قصص يعني عقوق الوالدين ده، يعني هنقول زي ما نقول. يعني انا اتذكر في مرة كنت ماشي انا ووالدي، فلقيت راجل ضخم كده شكله كبير ماسك عصاية شومة يعني، وماسك راجل عجوز كده وعمال يضربه. فانا بقول لبابا الله يرحمه، بقول لبابا يعني منحوش عن الراجل ده، هو ايه بيضربه ليه او كده؟ فقال لي انت عارف، قال لي انا كنت ماشي زمان انا وجدك وعدينا لقينا الراجل العجوز ده كان ساعتها لسه شاب وكان بيضرب ابوه بنفس الطريقه دي. ليه ده بيحصل؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان يعجل الله بهما في الدنيا قبل الاخره، البغي وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين ربنا هيوريك نتيجته في الدنيا، هتشوف نتيجته ان ابنائك هيعقوك، هتشوف نتيجته ان ربنا مش هيبارك لك في اي شيء. فانا بصل رحمي عشان انجي دنيتي اولا انا عايش فيها، والاهم طبعا اخرتي. طيب ازاي اصلا